من الثاني. يا لعيب يا كيمبو، الله يا عمر، متابعة وصلت إلى جان. يا رب ضاعت الفرصة، هدف أول، لكن ماذا يقول الحكم؟ هل هي ركلة جزاء؟ فهد الكسار يحتسب ركلة جزاء في الدقائق الأربعة الأولى. تغطية بالتأكيد جان هاسموام، يتقدم الآن من ركلة جزاء، يضع الكرة في المرمى. جان هاسموام اللي لما تحتاج تلقاه، لما تحتاج تلقاه للخروج من الأزمة وللحفاظ على القمة. الزعيم يتقدم مبكرا سريعا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، يحتسبها فهد الكسار ويسجلها الكسار دائما أمام المرمى. هذه اللقطة وهذه الكرة التي كان فيها تدخل على محمد عبد الرحمن، جان هاسموام يضع. يسمونه بإدارة الأزمات، إدارة الأزمات. الله على كيمبو، الله على المرور، الله على التمرير. جان هرب، جان مر، جان لعبها. يا رب يا الله، من يشرب يعطش مرة أخرى. وجان على طول عطشان، على طول عطشان. الجني ظهر، الجني انفجر، الجني تحرك، الجني يشرب من نبع عجمان. هدفين في 11 دقيقة، والعينوية يريدون الطريق إلى 11. ماذا يفعل كيمبو؟ الله على إيكوكو، مرمي اللاعب من الثاني، قررها بينية. الجني هرب من الكل وهو أمام المرمى. الكل في الكل، هداف الموسم الماضي، يريد أن يحافظ على لقبه في الموسم الحالي. سافة فوق قوية، الله مستحيلة، من اللي شافها، من اللي شافها، لا ترى بالعين، لكنها ترى وهي تستقر في مرمى العين. الله يا فوقي، أي قدم، أي قنبلة، أي قذيفة، أي مصور نحتاجه في هذه اللحظة، أي كاميرا، أي إخراج، أي سرعة، أي دقة، أي قذيفة، أي برجان، أي برجان. يا عثمان، يا عثمان، الله على القذيفة، على الطلقة، على الصاروخ، تستقر في مرمى داوود، لا ترى. بينفذها خالد، الله على الاستلام، مع الدوران، مع التهيئة الآن، عمر كنترول، سيطرة، استلام في منطقة الجزاء، بحفظ عليها عرضية، مستحيل، يا رب، يا الله، كبرياء العين يظهر، كبرياء البطل يعود، الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، من صانع إلى صانع، إلى كرة صناعية علوية براسية فوزي، هدف ثالث في مرمى عجمان. انظروا إلى محمد عبد الرحمن، شوف عمر بحظ بلف بدور عرضية راسية، الكرة في شباك عجمان، بعد كرة عينوية، بعد هجمة، بعد مثلث، يأتي بالثلاثية، شوف العرضية، شوف فوزي، شوف الهدف الثالث. ثلاثة للعين، ثلاثة للعين. بالظروف والأمور والإصابة وخروج كيمبو، يأتي عمر، عمر القمر الصناعي الذي يبحث عن كل ترددات عن أدائهم في الجولة الأولى. الآن العرضية الرأسية، المتابعة، لك حق تسأل، ثم لك حق نرضيك. هكذا شعر العينوية لكل جماهيرهم، يسجلون الرابع في يوم يريدونه، يوما للمصالحة، يوما للاعتذار. أرضية من عمر عبد الرحمن تنتهي بقدم محمد عبد الرحمن، راسية محمد إلى محمد في كرة تسجل في مرمى عجمان. العين يكسو برباعية ويسجل الهدف الرابع. العرضية مرت، التهيئة وصلت، الرقابة الدفاعية غير موجودة على القائمين في اللحظة الماضية. هدف رابع لفريق العين في يوم المصالحة، في يوم الاعتذار.